ليست المرة مساء الخير. الأولى ولا العاشرة وربما حتى المرة العشرين التي تهدد القيادة التركية ببدء العملية البرية في شمال سوريا. يعني هل ستبدأ هذه العملية فعليا أم أنها ستبقى مجرد يعني ورقة تهديد تلوح بها أنقرة كلما اشتد الأمر عسكريا وميدانيا على الحدود مع سوريا؟ نعم، مساء الخير. أولا طبعا تركيا يعني مهددة من طرف البي كي كي، وأيضا التسميات مختلفة منشقة أو يعني تابعة للبي كي كي، وهذا تهديد عام يعني وموجود في سوريا والعراق. تركيا تأخذ تدابيرها مباشرة دائما يعني بملاحقة بالمسيرات وأيضا بالصواريخ إلى آخر، ويعني لكن هذا تهديد كبير يعني تهديد اشمل، لان مدعومه من طرف امريكا، مسموحه من طرف روسيا، حتى احيانا مدعومه من طرف البعض الحشد الشعبي في العراق. يعني هذا تهديد كبير، وتركيا تاخذ تدابير يعني آنيه ومراقبه هذا الامر. هو والان التهديد تركيا أستاذ أحمد، طبعا التهديد نعم لا أحد يشكك في وجود التهديد، والتهديد قائم نعم وموجود، ولكن التهديد نعم التركي أقصد كل مرة وكل مناسبة تهدد بالاجتياح ولا يحدث الاجتياح. ما لكن مغزى تركيا ذلك؟ تأخذ تمام، تركيا أيضا تريد إقناع يعني لما تدخل تريد أن تحسم يعني هذه المشكلة كاملة، يعني المشرف أو داعمين هذا الحزب العمال الكردستاني ممكن يريدوا النصف أو غير النصف. يعني في تركيا تريد إقناع الطرفين الروسي والأمريكي للقضاء هذا التنظيم، وهم يعني يقاومون او يعترضون. وتركيا يعني تاخذ تدابير من الجو اكسر في العراق، ايضا احيانا يدخل من البر حسب اتفاقيات بين تركيا والعراق. نعم ايضا تلاحق هذا الخطر، لكن هذا الخطر يعني خطر شامل يحتاج الى عمليه شامله، ويعني بالبري وايضا جوي، وايضا اتفاق يعني عدم الدعم من او طلب عدم الدعم هذه التنظيمات في اوروبا، في سوريا، في العراق الى اخر، وتحاول ان تقنع الاخرين، تقنع المشرفين للبي كي كي، ولو لا تنجح ذلك وتاخذ تدابير البريه، وهذا تركيا يعني عملت ذلك في السابق ايضا، يعني ولكن تستطيع ان اليوم تعمل في الظروف اي وقت، السياسيه لكن ايضا مختلفه، نفذ الصبر. نعم يعني بموازاة نعم إعلان تركيا عن نيتها شن عملية عسكرية في الشمال السوري، كان الجانب السوري يضع شروط للتفاهم مع الأتراك، منها ما سماه إنهاء الاحتلال ووقف دعم التنظيمات الإرهابية. ألا يمكن أن يشكل هذا يعني رادع ومانع للجانب التركي من شن هذه العملية؟ يعني هناك مفاوضات مع نظام الأسد، لكن يعني نحن نعرف أيضا هناك مشرفان الروسي والإيراني على نظام الأسد، وهم يعني يقررون يعني بالآخر. وتركيا عندها تواصل قوي مع روسيا وإيران، أصلا تريد أن أيضا تحاول أن تكسب روسيا ممكن وقف أي دعم أو تسامح لحزب العمال الكردستاني، لكن للأسف لما الموضوع يأتي إلى السوريين أو ليبيين أو تركيا، في اتفاق بين هذا القوتان الدوليتان الكبيرتان أو عظيمتان روسيا وأمريكا، يتفقوا على دعم بي كي كي وعدم الدعم الديمقراطية في سوريا، وهذا يربك أو يعني يشبك المشهد. لكن تركيا يعني تأخذ تدابيرها وعندها أسلحة ذكية والمسيرات إلى آخر، في الأخير تأخذ تدابيرها، لكن يعني نفذ صبر تركيا، نفذ تقريبا، وبإمكانها أن تبدأ أي يعني هذه العملية في أي وقت، وهذا نعم. إشارة يعني الأخيرة في رأيي طيب أستاذ لإنذار أحمد، هذا واضح جدا داعم الفكك. نعم أن تركيا الآن تعمل على سكتين أو طريقين، من جهة يعني تواصل التهديد باجتياح شمال سوريا والعملية البرية الكبيرة، وفي نفس الوقت تفتح مسارا آخر دبلوماسيا وتتقارب أو تحاول التقارب مع نظام بشار الأسد. وواضح جدا أنه يعني لا تستطيع أنقرة أن تحصل على الاثنين، إما هذا أو ذاك. ما هو الأهم بالنسبة لها، وما الذي ستضحي به من أجل أن تحصل على الآخر؟
يعني تركيا ليش تتفاوض مع نظام الأسد لوقف الدعم على الأقل لو تختار خطرين؟ يعني تقول البيكيكي خطر أكثر لأن تهاجم على السياحة التركية، تقتل أمنيين، وأيضا يعني تجعل فتنة، ممكن تقسم الجيران يعني سوريا والعراق، وهذا مشروع أمريكي أيضا، وحتى ممكن يعني يمتد إلى تركيا، وهذا خطر مباشر يعني، وتركيا تركز على ذلك. نظام الأسد نحن نعرف ضعيف يعني، ولها يعني دور، لكن مش حاسم يعني، مش نهائي، وتحاول أن توازن بين الاثنين، تقنع نظام الأسد على الأقل لو مثلا تبدأ العملية البرية، على الأقل لا يعني لا يلجأ إلى نظام الأسد، و ممكن يعقد المشهد أكثر، نعم. وهذا أعتقد وارد الآن. يعني نظام الأسد لن يدعم البيكيكي لو تركيا تبدأ العملية البرية. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد أبو صغر.